ما هي الوسائل المعينة للمسلم حتى يستيقظ لصلاة الفجر وهو نشط مفرور؟ الوسائل كثيرة جدا، أهمها وأعظمها النية. الإنسان إذا نوى وعزم على الاستيقاظ فإن الله يعينه ويوقظه. الإنسان إذا نوى الاستيقاظ لأمر من أمور الدنيا ولعمل من أعمال الدنيا فإنه يستيقظ، لأنه نوى هذا وعزم عليه واهتم به. هذا من أعظم الوسائل، أن يعزم الإنسان على القيام لصلاة الفجر وأن ينوي ذلك عند النوم. ثانيا النوم مبكرا، فإن كثيرا من الناس في هذا الزمان ابتلوا بالسهر، والسهر لا شك أنه يكثر عن صلاة الفجر أو يحمل على النوم، لأن الإنسان إذا سهر فإنه سيترقب على ذلك يتثاقل عن صلاة الفجر، إما أن يقوم لها وهو كسلان وإما أن ينام فلا يقوم أبدا، هذا بسبب السهر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره، كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، يكره الحديث بعدها لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينام مبكرا لأجل أن يقوم من آخر الليل ويتهجد ويصلي الفجر، لأن السهر أول الليل يكسر الإنسان في آخر الليل. فمن الاستعدادات لصلاة الفجر أن ينام الإنسان مبكرا ليأخذ حظه من الراحة. ومن الوسائل الموقظة لصلاة الفجر أن الإنسان يوصي من حوله من أهله أو جيرانه أن يوقظوه لصلاة الفجر، أو يتخذ ساعة مثلا من الساعات المنبهة التي فيها جرس يرن عند الوقت المحدد الذي يريده. الساعة أيضا من أعظم ما يعين على صلاة الفجر. الحاصل أن المسلم إذا اهتم بأمر دينه أعانه الله ويسر له. جزاكم الله خيرا.